بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح عزيزي الطالب في هذا الفيديو حل لأسئلة الوحدة الديناميكا الحرارية. في البداية عزيزي الطالب، سأترك لكم في صندوق الوصف روابط لشرح باقي الوحدة وتفاصيلها. الآن سنبدأ في البداية بالسؤال. اختر مكعبان من الحديد والألمنيوم متماثلان في الحجم، لهما نفس درجة الحرارة، وضعا في ماء ساخن درجة حرارته 80 درجة، فاكتسبت كل منهما طرق كمية من الحرارة مختلفة. ما السبب بذلك؟ طبعا السبب عزيزي الطالب هو اختلاف نوع المادة، نوع المادة، واختلاف الكتلة، وأيضا الكتلة. لماذا الكتلة؟ لأن حتى لو كان لهما نفس الحجم لكن المادة مختلفة، فالكتلة والنوع المادة سيمثل عندي في الحرارة النوعية. إذا الحرارة النوعية ضرب الكتلة ماذا تمثل عندي؟ ستمثل السعة الحرارية. فالسبب عزيزي الطالب هو اختلاف السعة الحرارية. ولو كتب لك ألف وباء معا يجوز. الجزئية الأخرى ثلاث كرات ألف حديد وباء نحاسية وجيم زجاجية متماثلة في الكتلة، زودت بكمية الحرارة نفسها، ومن ثم وضعت الكرات الثلاثة لتلامس كل منهما الأخرى. أي العبارات التالية صحيحة؟ يحدث انتقال الحرارة من الكرة باء وهي الكرة النحاسية إلى الكرة جيم وهي الكرة الزجاجية. لماذا عزيز الطالب؟ بسبب أن الحرارة النوعية للنحاس أكبر من الحرارة النوعية للزجاج، فبالتالي ستكون كمية الحرارة التي اكتسبتها النحاس أكبر، وبالتالي الحرارة ستنتقل من النحاس إلى الزجاج. طبعا شريط ثنائي الفلز وجه العلوي، العلوي هنا نحاس، والسفلي من الحديد، سخنت على مصدر حرارة. في البداية ماذا؟ طبعا على مصدر حرارة، فإن الشريط طبعا الجواب سيكون ب. لماذا يتمدد وينحني للأسفل؟ لو رأيت في الجدول تقريبا في الصفحة 99 عندك في الكتاب، سأنظر إلى أرقام التمدد للنحاس، معامل التمدد للنحاس والحديد، وستعرف أن معامل التمدد للحديد، سأريكم الآن الأرقام، أن معامل انظروا النحاس، هذا رقم معامل التمدد للنحاس ومعامل التمدد للحديد، فستجد أن معامل التمدد للنحاس أكبر بكثير من معامل التمدد إذا عزيز الطالب هنا يتمدد وينحني للأسفل، لأن هنا سيتمدد بشكل أكبر اللي هو السطح الأعلى. طبعا لو كان معامل التمدد في الأسفل أكبر فإنه سينحني للأعلى. قضيبان عزيزي الطالب، اسطوانية الشكل متماثلة الطول، وهو زجاج وألمنيوم وذهب ونحاس، غمرت في حوض ماء يغلي 100 درجة، فإن أخصر هذه القضبان بعد غمرها وهو الزجاج، لأن معامل التمدد له أقل من الأنواع الأخرى حسب الجدول السابق الذي رأيناه. الشكل المجاور يمثل منحنى كمية الحرارة. طبعا الآن هذا الشكل سأريكم إياه، فهذا الشكل كما تراه هو علاقة بين كمية الحرارة بالجول والفرق في درجة الحرارة أو التغير في درجة الحرارة بالدلتا د. طبعا هنا عزيزي الطالب العلاقة هنا طردية، وبما أن العلاقة طردية عزيزي الطالب، فإن الميل هنا ماذا يمثل؟ يمثل درجة الحرارة. طبعا كيف عرفنا هذا الكلام؟ لأن عزيزي الطالب العلاقة هي ستكون كالتالي. العلاقة دائما هنا كمية الحرارة تساوي السعة الحرارية ضرب دلتا دال. فإذا كان عندك، فمثلا أنا هنا كمية الحرارة أو السعة الحرارية ستساوي كمية الحرارة على دلتا دال، يعني أنا السعة الحرارية ستمثل ميل كمية الحرارة على دلتا دال. دائما دلتا دال، آسف بس فقط لأنه نكتب بالماوس، دائما البسط يكون عندي هو محور الصادات، والمقام هو محور السينات، فتمثل السعة الحرارية. بالنسبة للسؤال، غمرت غاز حجمه ح وعدد مولاته نون، في الظروف المعيارية كم سيصبح عدد مولاته إذا أصبح حجمه
ثلاثة ح تحت الظروف المعيارية نفسه، علما أن النظام مغلق. بالنسبة للسؤال السادس، غاز حجمه ح وعدد مولاته نون في الظروف المعيارية، كم سيصبح عدد مولاته إذا أصبح حجمه 3 ح نون؟ طبعا العلاقة بين الحجم وعدد المولات هي علاقة طردية. لماذا؟ لأن هذا قانون أفوجاد. فبالتالي العلاقات الطردية ستكون قسمة، يعني هنا ح واحد على نون واحد، طبعا ح تمثل الحجم ونون تمثل عدد المولات، تساوي ح اثنين على نون اثنين. طبعا هذا السؤال كان في المنهج القديم أو في الطبعات القديمة. انتبهوا هنا، لو قال لك يعني قال شال كلمة الظروف المعيارية نفسها وكتب أن النظام مغلق، لو كتب لك أن النظام مغلق، وفي بعض الكتب القديمة ستجد أنها في الطبعة الأولى، فسيكون الجواب في هذه الحالة ألف. لكن عندما يكتب الظروف المعيارية نفسها هنا في هذه الحالة، سنقول التالي، أن ح هو قال لك أن غاز حجمه ح، إذن ح على نون. عندما أصبح حجمه 3 أمثال، بمعنى 3 ح على نون اثنين، كم ستصبح نون اثنين؟ عدد مولاته، فالحجم سيذهب مع الحجم، ومن ثم سنضرب مقص هنا عزيز الطالب، فنون اثنين سيساوي 3 نون، وبالتالي سيكون الجواب هو ب. لكن لو شال كلمة الظروف المعيار نفسه وضع النظام مغلق، سيكون الجواب ألف. لكن الجواب الصحيح حسب هذه العبارة والصيغة هو سيكون ب. ما أن العلاقة عكسية، لأن علاقة عكسية وهي ستكون بهذه الصورة. طبعا الآن بعد ذلك عزيزي الطالب يريد منك ما المقصود بكل من الحركة البراونية والآلة في النسخة. ما المقصود بالآلة الحرارية عزيزي الطالب؟ الآلة الحرارية هي جهاز يستخدم هذا الجهاز من أجل عملية تحويل من أشكال الطاقة والمختلفة، ويمكن الإفادة منها. في السؤال الآخر، علل يزداد ضغط غاز محصور بزيادة درجة حرارته. لماذا عزيزي الطالب؟ لأن بسبب زيادة التصادمات بين الجزيئات بعضها مع بعض ومع جدران الوعاء الذي توجد به عزيزي الطالب. طبعا سؤال مسعر من الألمنيوم، كتلته 300 جرام، يحتوي على كمية من الماء كتلتها 200 جرام، درجة طبعا هذه الكتلة كاف واحد وكمية كاف اثنين. طبعا هنا عندك مسعر، وأنه عندما يكون يحتوي كمية، فإن الحرارة هنا ستكون للماء زائد أنها أيضا ستكون للمسعر نفسه. أضيف إليه كمية من الماء كتلتها 100 جرام في درجة حرارة 100، احسب درجة حرارة المزيج. طبعا البيانات أو المعطيات ستعطى لك في النهاية. طبعا عزيزي الطالب، هي المعطيات، دائما تذكر عزيزي الطالب هنا أن الكتلة لابد أن تكون بالكيلوغرام، فقسمته على 1000 فأصبحت 3 من 10 كيلوغرام، بينما كتلة الماء البارد 200 تقسيم 1000 سيكون 2 من 10 كيلوغرام، ودال واحد تساوي 10 درجات، الماء الساخن طبعا 100 تقسيم 1000 بواحد كيلوغرام، دال 2 100 درجة، حرارة نوعية للألمنيوم. طبعا هنا ستكون كمية حرارة مكتسبة تساوي كمية حرارة مفقودة. من الذي سيكتسب؟ الذي سيكتسب هو البارد، وهنا هو المسعر زائد الماء. لماذا؟ لأنه هنا لم يكتب لك، انظر في السؤال، لم يكتب بإهمال. لو كتب لك هنا عزيزي الطالب بإهمال حرارة أو المسعر، لو قال لك أن المسعر غير موجود، فإن في هذه الحالة سنقوم باستثناء الكمية الحرارة المسعر. لكن هو عزيزي الطالب لم يكتب لك، لم يكتب بإهمال الحرارة أو حرارة المسعر أو كمية، فبالتالي هنا ستضطر أن تدخلها في الحسابات، فتكون كمية حرارة المسعر زائد كمية حرارة الماء، لأن الماء البارد موجود أصلا في المسعر، فاكتسب نفس الحرارة المسعر. أما المفقود وهو الماء الساخن، فبالتالي هنا حرارة نوعية للمسعر ضرب الكتلة. طبعا هنا سيكون هنا البارد دال واحد تمثل دال واحد عزيزي الطالب هي حرارة المزيج، أو وهي
بينما دال آسف دال واحد هي حرارة الماء وهي 10، بينما دال هي حرارة المسيج. دال اثنين تمثل حرارة الماء الساخن وهي عبارة عن 100. ستقوم بتعويض هنا بالكتلة المسعر، الحرارة كتلة الحرارة النوعية للماء، كتلة المسعر من الألمنيوم حرارته النوعية كذا. فبالتالي ستقوم بضرب هذه الأرقام، ستوزعها هنا وهنا، نفس الأمر ستضربها هنا ستوزعها هنا وهنا من أجل فقط وهنا نفس الأمر. وبالتالي ستقوم بجمع دال معا والأرقام معا، دال معا والأرقام معا، ومن ثم ستنقل دال على الطرف الآخر والرقم على الطرف الآخر وتجمعهما، ومن ثم ستقسم على هذا الرقم، وسيكون الجواب هو 34.7. طبعا من بعد ذلك عزيزي الطالب سيبدأ لك سيارة سعتها ساعة خزان البنزين 45 لتر. فإذا كان الخزان مملوء تماما في درجة حرارة 20 درجة وفي وقت الظهيرة ارتفع درجة حرارة ل 45 درجة، احسب حجم البنزين نكسب. انظر هنا بإهمال تمدد الخزان، أي أننا لن نتعامل مع التمدد الخزان. طبعا بما أنه حجم أو سوائل، دلتا ح تغير في الحجم أو الزيادة في الحجم، ميم دال معامل تمدد الحجمي ضرب حال الحجم الأصلي ضرب دلتا دال، أي معطيات لديك تعويض مباشر سيكون حال القمع. بالنسبة للسؤال الآخر، هذا السؤال 6، قضبان من الرصاص والنحاس والألمنيوم والحديد كما ترى أمامك عند درجة حرارة نفسها نفس مساحة المقطع، وضعت في قالب من الشمع، فيريد منك أي القضبان اكتسبت حرارة أكثر، أيهما أقل، لماذا دخل قضيب أكبر، رتبها تنازليا. عزيزي الطالب لو رأيت الحرارة النوعية من الجدول ستجد أن العلاقة طردية بين كمية الحرارة والحرارة النوعية، فبالتالي أن الألمنيوم اكتسب كمية أكبر من الحرارة والرصاص اكتسب كمية أقل من الحرارة، تمام؟ لماذا؟ لأن انظروا الرصاص 128 لكن الألمنيوم 900، فكلما كانت الحرارة النوعية أكبر كلما كان اكتسب كمية حرارة أكبر. وبالتالي لماذا الألمنيوم اكتسب أو كان أكثر؟ إلا أنه اكتسب كمية حرارة أكبر لأن بسبب حرارة نوعية أكبر، وبالتالي يفقدها بسرعة أبطأ، وبالتالي يغوص في الشمع بشكل أكبر. وهنا هذا التوزيع من حيث الحرارة النوعية للمواد المطلوبة. بالنسبة للجزئية الأخيرة أو السؤال السابع عزيزي الطالب، رتب ساق من الحديد طوله 100 سنتيم في درجة حرارة 25 وضعت فيه فرن للتسخين. طبعا هنا حديد عزيزي الطالب، فيريد منك إذن هنا معامل التمدد الطولي وهو لام 2 ناقص لام 1 بيساوي ميم دال ضرب لام 1 في دي. طبعا قمت بتعويض على لام 2، لام 1 1 متر. طبعا هنا أنا قمت تقسيمه على متر، يعني على 100 من أجل أن أحوله إلى متر، ممكن أن تتركه نفسه فقط، لكن أنا هنا قسمته على 100 الأرقام هذه من الجدول. تعويض مباشر يتبقى لديك دال. طبعا بالنسبة للسؤال الأخير أو السؤال الثامن، سخنت درجة حرارة هنا بالفهرنهايت، هنا لابد أن تأتي كل درجة لحالها، يعني كل درجة ستقوم تحويلها لسلوزيوس بنفس الدرجة، لكن هنا عزيزي الطالب يوجد خطأ. طبعا هنا 5/9، آسف 5/9، المعامل هنا 5/9 من أجل تحويل من سلوزيوس إلى فهرنهايت. طبعا لابد أن تأتي بسين واحد وهي سالب 12، ستطبقها لأن القانون قانون هو عبارة عن 5/9 في سالب الأسف سي فهرنهايت ناقص 2/3. هذا هو القانون الذي سأستخدمه، مرة سأستخدم سالب 12 ومرة سأعوض 150. إذا هذه الأرقام المظهورة عليكم، من تم دلتا سين هي سين 2 ناقص سين 1، طبعا السالب مع السالب يصبح موجب، تصبح 60 درجة، والتغير في الطاقة في الطاقة أو آسف في درجة حرارة السلوزيوس هو نفس التغير في كلفن، لأنه هنا 100 درجة وهنا 100 درجة، التدريج نفسه، فيكون نفس التغير 90 كلفن هو نفسه 90 سلوزيوس هي نفس الدرجة. بالنسبة للسؤال الأخير، فقد غاز محصور 1400 كيلو جرام، طبعا فقط سيكون بالسالب وبذل عليه شغل أيضا بالسالب، يريد منك دلتا دلتا دال. طبعا عزيزي الطالب لأن فقط قلنا سيكون بالسالب وستضرب 10 أس سالب
ثلاثة لماذا؟ لأن من أجل أن أحوله إلى الكيلو، لابد من لسعر، وهذا الرقم سأضربه من أجل أن أحوله لجول لأنه أعطاك إياه بالسعر. وهنا الشغل معطيني إياه، لماذا بالسالب؟ لأنه بذل عليه، لكن هنا بالسالب لأنه فقد. وهنا هذا القانون تعويض مباشر، ولا ننسى أن هذا ستصبح عندي موجبة، سيكون هذا الجواب بالجول. هكذا عزيزي الطالب نقود قد وصلنا لحل هذه الأسئلة جميعا. شكرا لكم ولاستماعكم، نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، ولا تنسوا أن تدعمونا بزر لايك وأن تنشروا هذا الفيديو بين أصدقائكم وأحبائكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.